ازيكم عاملين ايه النهارده؟ جيت لكم من تاني وهنشرح موقع جديد لسه فاتح النهارده. الموقع اسمه كريبتونيوس. الموقع الخطط اللي فيه كويسه جدا وربحها سريع، فعشان كده الموقع بيبقى خطورته عاليه، فاللي بيجازف فيه يكون عارف بيجازف فيه ازاي. الموقع اول خطه فيه بيدي 175% خلال 24 ساعه، والحد الادنى 1 دولار. الخطه اللي بعدها 200% خلال 24 ساعه، والحد الادنى 205 دولار. والخطه اللي بعدها 300% وخلال 24 ساعه برضو، والحد الادنى 25 دولار. والخطه اللي بعدها 350% والحد الادنى 50 دولار. وطبعا مده الخطه 24 ساعه، هي الخطط كلها في 24 ساعه يا شباب. والخطه اللي بعدها 450% والحد الادنى 100 دولار، ودي اخر خطة يا شباب. طب يلا بينا نشوف هنسجل ازاي في الموقع. عشان نعمل تسجيل يا شباب هنعمل التسجيل من هنا من ساين اب، وبعتذر لو كان الصوت وحش شوية. هنعمل هنا ساين اب يا شباب، تسجيل سريع جدا وبسيط ما فيهوش اي حاجة. هنكتب هنا يا شباب الاسم الثنائي، بعد كده الاسم المستعار، بعد كده الباسورد، ونعيد الباسورد مره تانية، وبعدين نكتب اكونت البيرفكت ماني بتاعنا. انا بفضل ان احنا نشتغل بالبيرفكت ماني. وبعد كده تحت خالص بنكتب الايميل ونعيد الايميل مره تانية، وبعد كده السؤال السري، وبعد كده اجابه السؤال السري، وبعد كده ريجستر ناو. انا خلاص سجلت يا شباب على الموقع، فعمل على طول لوج ان ونخش نودع في الموقع مع بعض. زي ما قلت يا شباب الموقع خطورته عاليه، فاللي يجرب في الموقع يا ريت يبقى سريع ما يقعدش يفكر كتير، يا اما يبعد خالص وما يجربش. تمام، انا دلوقتي ده الصفحه الرئيسيه بتاعتنا. انا هخش اعمل ديبوزيت من هنا، ميك ا ديبوزيت زي ما انتم شايفين يا شباب. هختار الخطه من هنا، انا هختار الخطه الاولانيه وهودع 3 دولار. يبقى هنزل تحت هنا هكتب 3، واختار طبعا ان انا اودع بالبيرفكت ماني زي ما متعلم عليها كده، وبعدين هكتب اسبند. بيطلع لي هنا رساله تاكيد. تمام، هدوس بروسيس، هيدخلني تلقائيا على صفحه البيرفكت ماني عشان اكمل ايداع. هوقف الفيديو اكمل الايداع وارجع لكم. رجعت لكم تاني يا شباب بعد ما كملت الايداع. هنخش كده هنا على ديبوزيت نشوف الايداع بتاعنا، ونكتب هنا او نضغط هنا على ديبوزيتس. تمام، هنلاقي هنا ان في الايداع بتاعي بقى 3 دولار اهو زي ما انتم شايفين. وبالنسبه للسحب طبعا كلنا عارفين ان احنا بنسحب من ويزدرو هنا، وهندخل اول ما يبقى معانا ربح بيظهر الربح عندنا هنا، وبعد كده بيظهر الخانه سوري يا شباب، بيظهر هنا الخانه اللي نكتب فيها المبلغ، وبعدين نكتب او نختار طريقه الدفع. تمام يا شباب، ده بالنسبه للشرح. يلا بينا يا شباب، اللي حابب يستغل الموقع يستغله، واشوفكم على خير باذن الله.